اهلا بكم في قناه عالم هبه. فيديو جديده ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوه دائما مع جديد المنتوجات والادوات والاشياء الرائعه والمستلزمات للتنظيم وترتيب المنازل من اثاث كذلك اتي واجهزه ذكيه كذلك تنظيمات وترتيبات طبعا لكان شاقه، ولكن فضل هذه الاختراعات اكيد غادي تسيطروا على الوضع وتربحوا ايضا الوقت ديالكم والمجهود اليومي. منتوجات كتستحق ان ناخذوا عليها شرح او ريفيو، هكذا الا خديناها من الاسواق نكونوا ديجا عارفين الطريقه ديال الاستعمال ديالها. فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر باش نكتشفوا جديد هذه الاشياء الرائعه مع الطريقه ديال الاستعمال ديالها. واللي اول مره كيشاهد القناه كنتمنى انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. وما تنساوش لي لايك او اعجاب للفيديو تشجيعا لنا للقناه، وكذلك باش الفيديو يقدر يتقترح وصل للاشخاص المهتمين بهذه التكنولوجيا الرائعه. فكما شاهدتم معايا مجموعه متميزه من احدث التكنولوجيا والمستلزمات والادوات والتنظيمات المنزليه اللي ايضا غتنظموا وغتربحوا مساحات اضافيه خصوصا المساحات الضيقه. فهنايا بالنسبه لهذا الحامل ديال الصحون والزلايف اللي يمكن لكم تزيدوا فيهم في الحجم او تنقصوا منهم. فايضا معنا هنايا منظم طبعا اللي هو جد عملي بالنسبه للبيض، متوفر بهذا اللون الشفاف كيتوفر على عده طبقات اللي يمكن لكم تختاروا الحجم اللي اكيد غادي يناسبكم. فايضا مجموعه ديال الاشياء اللي شاركتها معكم بالنسبه ديال المنظمات البيض، اشكال طبعا اللي هي جميله بزاف. اما هنايا ايضا عندنا هذا الجهاز الرائع اللي يمكن لكم ايضا تفرموا فيه او تطحنوا فيه مجموعه كذلك ديال الخضر المختلفه. كما شفتوا معايا جهاز اللي هو صغير في الحجم اللي يمكن لكم ايضا تاخذوه معكم وانتم خارجين او مسافرين. فندخلوا ايضا على هذه الجزئيه ونكتشفوا هذه الاداه الرائعه اللي كذلك تبشير الثومه بطريقه اللي هي سهله او اشياء اخرى او فرم كذلك مجموعه ديال الاشياء مثل مزيودات. فايضا كيتوفر حتى على الغطاء ديالو. ومن الاشياء المهمه بالنسبه لتنظيم الدولاب واستغلال المساحات بهاد الاكياس الرائعه اللي كيجمع هذا الجهاز لسحب الهواء، وبهذه الطريقه كيتقلص وكيوليو بحجم صغير. كما شفتوا معايا منتوجات طبعا اللي اكيد غتساعد كل سيده في المنزل ديالها. فبالنسبه لهاد الملصقات طبعا فهي رائجه جدا ولدرجة ضجه في الاسواق العالميه اللي ايضا فطبعا فهي جد مفيده هكذا لتغيير الديكورات باقل تكلفه. كما شفتوا معايا كاين هاد الملصقات ديال الجدران وكاينين منهم ديال الارضيات، فايضا مجموعه ديال الاشياء طبعا اللي خرجه جديده بثلاثيه الابعاد. فمعنا ايضا هنايا جهاز اللي هو جد ذكي، جهاز طبعا اللي يمكن لكم تغليو فيه هكا المياه او مجموعه ديال المشروبات المختلفه، كيجي ايضا معاه حتى الفيتر ديالو. وندخلوا على هذا المقطع ونكتشفوا ايضا مجموعه ديال الاشياء اللي ضروريه بالنسبه للمطبخ، منهم هنايا هذا الغطاء اللي كيحمي هكذا البوطاجي انها ما توسخش، وكذلك الاسقف والجدران. فكذلك هنايا عندنا هذا السجاد اللي بثلاثيه الابعاد وكيجي ايضا شكل اللي طبعا تقريبا طبيعي كما شفتوا معايا اللي كيعطيكم واحد الجماليه وجو رائع داخل المنازل ديالكم. فايضا هنايا عندنا هاد الانبوب اللي يمكن لكم تطبقوه في جميع القنينات المختلفه، فبضغطه وحده او بلمسه وحده تيطلع بكل سهوله. كما شفتوا معايا يمكن لكم ايضا تضعوه في العصائر المختلفه في كوكا. كما شفتوا معايا مجموعه ديال الاشياء اللي غتنال الاعجاب ديالكم وتسهل عليكم الحياه اليوميه. فهنايا عندنا هاد الجهاز كذلك بالنسبه للطبخات المتنوعه، وايضا هنا قطع اللي مصنوعه من السيليكون الممتاز، فرشاه عمليه اللي كتساعدكم على تنظيف الخضر والفواكه بطريقه كذلك اللي هي سهله وبدون عناء. فمجموعه ديال الاشياء طبعا اللي هي ضروريه واساسيه واللي اكيد غتحتاجها كل سيده داخل المنزل ديالها. فندخلوا ايضا على هذه الجزئيه من المقطع ونكتشفوا هاد الطحانه اللي جد قويه اللي ايضا يمكن لها انها تطحن الاشياء الصلبه كما شفتوا معايا. فحاجه طبعا اللي هي ضروريه واساسيه وبهذه الطريقه كتكون قريبه لكم. فايضا معنا هنايا حامل مجفف الشعر، فالشكل ديالو طبعا انيق جدا وكيجي في جميع الاحجام واللوينات. بقى
تلقاو ايضا مع التنظيمات بهذا المنظم الرائع لمتعدد الاستعمالات، سواء بالنسبة للحمام او في اي جزئية من المنزل ديالكم. كما شفتوا معايا اشكال طبعا اللي هي زوينة بزاف. فكذلك نبقاو في تنظيم المطبخ بهذا المنظم اللي باللون الاخضر اللي متوفر على عدة طبقات، هكا يمكن لكم تنزلوا فيه جميع القنينات او التوابل ديالكم، وايضا مجموعة ديال المستلزمات اللي كتستخدموها في الاستخدامات اليومية. فكذلك معنا هنايا هاد العلب هادي اللي يمكن لكم توضعوا فيها المزيودات، كذلك الثومة واشياء هكا كتكون قريبة لكم. فاما هنايا عندنا منظم اللي متقسم على جوج اقسام، قسم كذلك متجزأ على عدة اجزاء، وقسم كذلك اللي يمكن لكم توضعوا فيه هكذا الارز او مجموعة كذلك ديال القطاني او الحبوب المختلفة. كيجي ايضا معاه واحد الكوب او كأس، فكما شفتوا معايا بضغطة واحدة فهو كيهبط بكل سهولة. فاكتشفوا ايضا هاد الملصقات طبعا اللي كتثبت الاثاث ديالكم او الافرشة ديالكم، فكما شفتوا معايا لزورة والكوفليات حتى السجاد، وتبقى معكم مدة طويلة ما كيتخسرش. فنبقاو ايضا مع التنظيم بهاد العلب اللي مصنوعة من سيليكون ممتاز بالنسبة يعني الغطاء ديال الصحون او الاواني، فكما شفتوا معايا يمكن لكم تلصقوا حتى في الثلاجة. فشوفوا معايا ايضا بالنسبة لها التوشيات الرائعة اللي يمكن لكم هكذا تضعوهم في الطاولة بالنسبة للفواكه المكسرات، كما شفتوا معايا فالفكرة ديالهم مميزة. فايضا بقاو مع الملصقات طبعا اللي دات ضجة في البيع ديالها، وشي حاجة طبعا اللي عملية جدا، فهكذا تبدلوا به الديكور ديال المطبخ ديالكم او تنزلوا هكذا في الطاولات كما كتلاحظوا معايا، وكيتنظف بكل سهولة. فايضا هنا عندنا هاد الشبيكه هادي ديال الاواني اللي متقسمه على كذا اقسام، جزئيه مختصه بالنسبه للسكاكين والفرشات والمعالق، وايضا جزئيه بالنسبه للصحون. كما شفتوا معايا ايضا هنا علقه اللي يمكن لكم ايضا انكم تاخذوا فيها اللوينات، هكذا توضعوا فيها بزاف ديال الاشياء ديالكم من مستلزمات ومنتوجات منزليه. ومعنا هاد المساحة الرائعة اللي كتساعدكم في تنظيف الزجاج النوافذ من الامام ومن الخلف بطريقة ايضا اللي سهلة بزاف. كما شفتوا معايا يمكن لكم ايضا تحيدوا العصا من المساحة، وبهالطريقة كيساعدكم على التنظيف بكل اريحية. وشاهدوا معايا هاد المنظمة ديال الزيوت او لاصوص كما شفتوا معايا بالنسبة للسوائل، فشي حاجة عملية وشكل ديالها طبعا اللي هو انيق جدا والاستخدام ديالها فسهل. اما كذلك معنا هنا مجموعة ديال المنظمات اللي كيوت جدا بالنسبة للغرف ديال الاطفال اللي متوفرين على عدة مجورة، هكا يمكن لكم توضعوا فيهم بزاف ديال المستلزمات والاحتياجات ديال الاطفال ديالكم. وندخلوا على هاد الجزئية من المقطع ونكتشفوا هاد الحامل الصابون اللي يمكن لكم ايضا تاخذوا فيه اللوينات والاحجام. كما شفتوا معايا شكل ديالو انيق جدا، وكيتوفر على المصفات وكيتوفر في نفس الوقت على علاقه. فشاهدوا معايا هاد الاختراعات المدهشه بالنسبه كذلك لتنقيه هكذا الزريعه بطريقه اللي هي سهله. شكل طبعا اللي هو كيوت جدا، جهاز بالنسبه كذلك للطبخات السريعه. كما شفتوا معايا جهاز اللي هو الحجم ديالو صغير، هكا يمكن لكم تحكموا ايضا في درجه الحراره ديالو. فمجموعة هاد المستلزمات وهاد الأدوات والمستلزمات اللي شاركت معكم فمعظمها هتلقاوها في البلدان ديالكم، فما عليكم إلا تقلبوا جيدا وأكيد غادي تلقاوهم. فكما شفتوا معايا هنا ميني هاشوار طبعا اللي هو أساسي داخل المطبخ، كاين منهم هاد الحجم الصغير وكاين الحجم ديالو الكبير، فيمكن لكم تفرموا فيه مجموعة كذلك الخضار الفواكه اللحوم المختلفة. فبالنسبة أيضا هاد القطع فالفكرة ديالها عملية جدا، كتثبت هكذا الفرش ديالكم او الزرابي ديالكم، كما شفتوا معايا الفرق بين قبل وبعد القطع، فشي حاجة طبعا اللي اكيد غتكون عملية. فبالنسبة لهاد المنتوجات غادي تلقاو كما قلت لكم البعض منها في البلدان ديالكم في الاسواق الكبرى مثل مرجان وايكيا وكارفور، واسواق طبعا اللي هي كثيرة بزاف. ونصحكم ايضا بالمتاجر اللي كتكون متخصصه في بيع هاد المنتوجات الانترنت، فكاينين صفحات ايضا
صفحات متوفرين هكذا في الفيس، كذلك جروبات وايضا في القنوات ديال تيليجرام والانستغرام، فكاينين تجار اللي كيبيعوا من خلال هذه المواقع. وايضا يمكن لكم تدخلوا بالنسبه للمواقع اللي كتكون كبيره واللي طبعا هي رائجه جدا، مثل المواقع ديال علي اكسبريس وموقع امازون وموقع علي بابا. بخصوص موقع علي بابا فهو مختص للتجار، يعني الاشخاص اللي كيجريو بالجمله ويعاودوا التجاره في هاد المنتوجات. فايضا هنايا غطاء بالنسبه للمرحاض، وايضا معنا ملصقات طبعا اللي كيوت جدا اللي يمكن لكم زينوا بها المرحاض ديالكم او اي جزء حبيتو كما شفتوا معايا، طبعا غادي يعشقوهم الاطفال ديالكم. فهكذا غادي نكون ساليت الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش يعم فائده، والناس او المتابعين من داخل المغرب اللي عجبكم منتوج من المنتوجات اللي شاركت معكم، فما لكم الا تتابعوني على صفحه طب اختيكل او عالم هبه على الفيس، فهكذا يمكن لكم تنزلوا لي او تعملوا سكرين للمنتوج اللي اكيد غادي يناسبكم، وانا ننزل لكم الروابط ديال المنتوج لمباشره ادخلوا الصفحه وطلبوا جميع المنتوجات من هناك. فهكذا غنقول لكم سلام عليكم، وتسناوني فيديو مقبل باذن الله.